بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الصادق الوعد الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في محكم التنزيل: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وأشهد أن سيدنا محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على الناس أجمعين، قال وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق الحديث، وحفظ الأمانة، وحسن الخلق، وعفة مطعم. فصلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله، يا من قال ربك في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيها الأحباب، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل ليلة جديدة من هذه الليالي الدعوية الإيمانية، الليلة الثالثة من ليالي الأسبوع الثقافي، والذي تنظمه وتقيمه وزارة الأوقاف لمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. قضية جديدة نطرحها ونناقشها ونؤكد عليها، حيث إنها من تعاليم ديننا الحنيف. عنوان ندوتنا الليلة: الأمانة في القول والعمل. سيحدثنا حولها بمشيئة الله ونتعلم في هذه الليلة من عالمين جليلين وأستاذين كريمين من أساتذة جامعة الأزهر الشريف. معنا الليلة الأستاذ الدكتور بكر زكي عوض، عميد كلية أصول الدين سابقا، وجزاه الله خيرا على هذا الحضور الكريم، ونسأل الله له دوام التوفيق والقبول. وإن شاء الله يحضر معنا الأستاذ الدكتور محمد أبو هاشم، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب. أيها الأحباب، قضيتنا مهمة وليلتنا من الليالي المباركة بإذن الله. الشكر الجزيل للسادة الحضور رواد مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بمدينة القاهرة، ونرحب بمشاهدينا كذلك على موقع وزارة الأوقاف، ونرحب بالحضور في المسجد للسادة علماء وزارة الأوقاف الكرام، فضيلة الشيخ جمال إسماعيل مدير إدارة الأوقاف جنوب، وشيخ مصطفى علي مفتش بإدارة أوقاف جنوب القاهرة، الشيخ علاء الدين سليمان عمر مفتش بإدارة أوقاف جنوب القاهرة، وشيخ أبو بكر أحمد عبد العال المفتش بإدارة جنوب أوقاف القاهرة. والشكر الجزيل كذلك لأئمة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، فضيلة الدكتور على الله شحات الجمال، والدكتور محمد طه رمضان، والدكتور محمد محمود العدل. أيها الأحباب الكرام، قارئنا الليلة بمشيئة الله تعالى فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت،
ومعنا بإذن الله مبتهلا الشيخ إسلام السرساوي. دائما نلتف أيها الأحباب حول مائدة القرآن الكريم عندما نجتمع هذا الاجتماع في بيت من بيوت الله تعالى، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نستهل لقاءنا الكريم بخير الكلام وأطيبه وأصوبه وأعذبه بالقرآن الكريم، آيات بينات يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. أحسن عملا
يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنا متفقا واضرب لهم مثلا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه
خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب خلقك من تراب خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. صدق الله العظيم. حقا وآياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم، لها معان كموج البحر في مدد، وفوق جوهره في الحسن والقيم. استمعنا أيها الأحباب إلى آيات بينات تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، استهللنا بها هذا اللقاء الإيماني الطيب هذه الليلة الثالثة من ليالي الأسبوع الثقافي الدعوي الذي تنظمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف هنا في مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وعن سائر آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، قضيتنا في هذه الليلة قضية مهمة تطرحها وزارة الأوقاف خلال هذه الليلة للمناقشة مع علمائنا الأفاضل الكرام ومع حضراتكم. هذه القضية هي الأمانة في القول وفي العمل. فالأمانة أيها الأحباب، الكل يعلم أن الأمانة هي أن يأمنك الناس على أنفسهم وأموالهم وعقولهم وأعراضهم ودينهم. تتعدد الأمانات لتشمل جميع الناس، فما من أحد منا إلا وهو مؤتمن على شيء، وما من أحد منا إلا وغيره مؤتمن عليه. وربنا سبحانه وتعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أيها الأحباب، حول التأصيل الشرعي للأمانة في القرآن والسنة نقضي هذه الدقائق مع أستاذنا الفاضل الأستاذ الدكتور بكر زكي عوض العميد السابق لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أقول بمناسبة التسجيل في هذا المسجد الطيب المبارك، كما قال القائل: نزلت ضيفا على الله في دار الرضا، وعلى الكريم كرامة الضيفان، يعفو الملوك عن النازلين بساحتهم
كيف النزول بساحة الرحمن. أسألك اللهم، وقد حرمنا زيارة السيدة النفيسة في المقام، ألا تحرمنا من زيارتها لنا في المنام، فكلنا في شوق إلى أن نقبل المقام، ولكن حال المقام دون تقبيل المقام. وما ذلك بعزيز عليك أن تسلم هي علينا في المنام أو أن نراها في المنام. اللهم آمين يا رب العالمين. وأقول في البدء أيضا تحية تقدير وإعزاز إلى معالي وزير الأوقاف، لأنه يبذل كل جهد ممكن في عودة القيم التي غابت عنا في فترة زمنية ما، اصطلينا بنار غيابها، والآن تبذل الجهود لعودة هذه القيم إلينا مرة ثانية لنجني خير ثمارها إن شاء الله. وأرحب في هذا اللقاء بأخي الفاضل والزميل العزيز الأستاذ الدكتور محمد أبو هاشم، لا أقول نائب رئيس الجامعة ولا أقول نائب مجلس الأمة، ولكني دائما أقول عنه إنه أستاذ الأخلاق بجامعة الأزهر. فتحية تقدير وإعزاز باعتباره اللقاء الأول فيما بيني وبينه. ولكم جميعا التحية والتقدير أقول، ومن الله التوفيق. القضية محل التناول في هذا اليوم قضية الأمانة، وكلنا يعرفها ويسمع عنها، ولكنني أردت أن أضع معالم معينة في هذا اللقاء. أسأل الله أن تكون سطورا محفورة في عقولنا وقلوبنا، وأن تكون نورا لنا فيما بقي من مسيرة حياتنا، ومن الله التوفيق. أولا، الأمانة هي من أثقل التكاليف الشرعية بنص القرآن الكريم، كما قال الحق سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، أي أنه لا يعرف التبعات المترتبة على خيانة الأمانة، بل ظنها بالأمر السهل الميسر الهين فقبل أن يتحملها، بينما أدركت العوالم الأخرى أنها دون أن تتحمل أمانة التكليف بالاختيار، أو دون أن تتحمل أمانة التكليف فيما يتعلق بالاضطرار، فقبلت أن يكون تكليفها بالاضطرار لا بالاختيار، لأنها أدركت أنها ستقصر حال الاختيار لا محالة، فعدلت عن قبول تكليف الأمانة بالاختيار إلى تكليف الأمانة أو قبول الأمانة بالاضطرار. وجدنا الحق سبحانه وتعالى يمتدح الأمانة ويمتدح كل متصف بها، بل إنه قد جعلها من الأخلاق الفطرية التي عرفها كثيرون وإن لم تتوافر النصوص الشرعية. ففي ضوء القرآن الكريم نجد أن الحق سبحانه وتعالى وهو يمتدح جبريل عليه السلام مدحه بأنه مطاع ثم أمين، ومدحه بقول الحق سبحانه: نزل به الروح الأمين. إذن فهي صفة حمد وصف الله بها كبيرا أو قائد أو إمام الملائكة. كذلك وجدنا الحق سبحانه يبين أن من معايير اختيار الأنبياء والرسل أنهم جميعا كانوا أمناء حال التلقي من الله،
وكانوا أمناء حال الأداء عن الله، وبين التلقي والأداء كانوا أمناء فيما يتعلق بتطبيق النصوص المأمور بها. وقد وجدنا في سورة الشعراء 5 من أنبياء الله المرسلين، هم نوح عليه السلام وهود وصالح ولوط وشعيب، كل منهم يقدم الدلائل الدالة على استحقاقه للنبوة والرسالة، ويتحدث في نفس الوقت بما أنعم الله به عليه حتى اكتسب النبوة والرسالة، فكان من خير ما يصف به كل منهم نفسه هو قول الله تعالى: إني لكم رسول أمين. فدلت هذه الصفة على أنها من صفات الحمد القائمة بأنبياء الله المرسلين. كما وجدنا الحق سبحانه وتعالى أيضاً يصف أتباع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي مطلع سورة المؤمنون، بصفات أو سمات تميزوا بها عن غيرهم من غير أهل الاعتدال والاتزان، فكان مما امتدحهم الله به هو قوله: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. كذلك وجدنا الحق سبحانه وتعالى يخبرنا أن الأمانة مغروسة غرسا فطريا في قلوب الخلائق، وأنها محل مدح من كل مخلوق لم تطمس معالم هويته. والدليل على ذلك أن عزيز مصر حين أراد أن يختار يوسف عليه السلام ليكون وزيراً للخزانة، ذكر أن من مسوغات ترشيحه لولاية هذا الأمر أنك لدينا اليوم مكين أمين. كذلك ابنة شعيب عندما أرادت أن تقدم موسى لأبيها عليه السلام في أدب جم وخلق سام راق، إذا بها تعرض على أبيها أن يكون موسى عليه السلام أجيراً عندهما، ثم ذكرت مسوغات التعيين عند أبيها بشأن موسى عليه السلام، قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فأدركت أن الأمانة أيضاً تكسب موسى هذه الأحقية، لأنه سيؤتمن بعد ذلك على ما يملك. واسمحوا لي أن أفرق بين كلمتين، بين كلمة الأمن وكلمة الأمانة. كلمة الأمن هي التي سمعنا معناها من مقدم هذا اللقاء، وهو أن يأمنك الآخر على ماله وعرضه إلى آخره. وأما كلمة الأمانة فتتعلق بكل شيء استودعك الآخر إياه، سواء أكان هذا الشيء شيئاً حسياً أم كان شيئاً أدبياً، أي أن يأتي الآخر وأن يضع عندك شيئاً ما. هذا الشيء الذي يوضع عندك إما أن يكون محسوساً، وإما أن يكون معقولاً أو أدبياً أو معنوياً. أما الشيء المحسوس وهو ما اشتهر على ألسنة الناس واختصروا معنى الأمانة فيه، أن يوضع عندك شيء من المال أو شيء من الذهب أو شيء من الآلة، هذه أشياء وضعت عندك وهي محسوسات، وضعت عندك بصفة أمانة، أنت مطالب بردها إلى صاحبها وفق الأمر الإلهي. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وهناك ما هو أبعد من هذا وغاب عن كثيرين منا، وهو أننا في كثير من الأحيان يستودع عندنا أمور أخلاقية أو أمور أدبية
أو أمور قيمية تغيب عنا ولا نظن أنها من الأمانة في شيء، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن الحق سبحانه وتعالى أخبرنا أننا مؤتمنون على ذواتنا، أننا مؤتمنون على ذواتنا، فلا تظن للحظة أن ذاتك أو أن جسدك ملك مطلق لك، كلا والله، بل كل ما هو قائم بك من كافة الحواس هو أمانة عندك. أزن صاحب الأمانة لك أن تنتفع بكل حاسة من هذه الحواس في حدود معينة ووفق ضوابط معينة، ولهذا لا يجوز للإنسان أن يبيع عيناً، ولا أن يبيع كلى، ولا أن يبيع فصاً من كبد، ولا أن يبيع شيئاً من هذا، لأن هذه الأشياء كلها هي أمانات عند صاحبها ينتفع بها، حتى إذا آن الأوان عادت الأمانة كاملة إلى خالقها وفق ما زرأها أو وفق ما خلقها عليه. كذلك وجدنا الحق سبحانه وتعالى يخبرنا أننا مؤتمنون أيضاً على أنفسنا من خلال المحافظة عليها من ناحية، وطلب السلامة لها من ناحية ثانية، والانتفاع كما قلت في حدود ما أذن لنا به من ناحية ثالثة، ونحن مطالبون أيضاً أن نرعى أهلينا كما نرعى أنفسنا، لأن الأهل عند الإنسان أمانة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا وهو يحدثنا عن الزواج: فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ويلحق بهذا أيضاً كل موقع عمل أنت فيه، أنت مؤتمن على كل أمر فيه بلا استثناء، ستسأل عنه بين يدي الله، فلا يبرر الإنسان لنفسه هذا الفعل أو ذاك، أو أن يستحل هذا الأمر أو ذاك. لماذا؟ لأن ذلك خيانة للأمانة، والله قد قال لنا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، أي تعلمون ووالله ما خان الأمانة أحد إلا وفي داخله من يقول له إنك تخون الأمانة، ولكنه يغالب هذا الداعي بالعودة إلى الله، يغالبه بالشيطان، يغالبه بالنفس الأمارة بالسوء، يغالبه بالهوى، لينتهي به الأمر إلى أن يغلب الخيانة على الأمانة. واعلموا، وأنا لن أتطرق إلى السنة لأن إمامها موجود، ولكنها كلمة أخيرة، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من ضياع الأمانة، لأن ضياع الأمانة هو من علامات الساعة، وسئل صلى الله عليه وسلم عن هذا فقال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. قالوا: وما ذلك يا رسول الله؟ وولز ضيعت الأمانة؟ بيّن ذلك: إذا وسد الأمر إلى غير أهله. وأخبرنا أن أول ما يقع فيه النقص بين الناس هو الأمانة، حتى تصير الأمانة غريبة لدرجة أن يتغنى بها الناس، فيقال كما في الحديث: في قبيلة كذا فلان أمين. يعني شوف الخيانة هتعم وتنتشر إلى حد أن الأمانة نفسها اللي تبقى إيه؟ محل ندرة أو محل غرابة. فأوصي نفسي وأوصيكم بما أوصانا الله به، واعلموا أن الله قد خلقنا في أحسن تقويم، هذا عن البنية، وترك لنا أن نجمل أنفسنا من خلال الخلق الحسن، وأول الأخلاق الحسنة
أن يوصف الإنسان بأنه أمين، وقد نال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشرف عندما لقب بالصادق الأمين. فالأمانة صفة مدح لا صفة قدح، ولو أننا كمسلمين تحلينا بهذه الصفة فيما بيننا لكان حالنا غير ما نحن عليه الآن. أسأل الله أن يعيد إلينا هذا الخلق مرة ثانية، وأن يوفقنا للالتزام به في أقوالنا وأفعالنا. وأوصي نفسي وأوصيكم ألا يفشي أحد سر أحد أسر إليه بكلمة خاصة أو في مجلس، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا بقوله المجالس بالأمانات، أي إذا خلوت إلى أحد أو كنت مع جماعة أو سمعت قولا أو إلى آخره لا تفشه ما دام في الإفشاء ضرر يتعلق بمن قال بهذا الكلام. وصلى الله وسلم ورضي عن صاحبة هذا المقام وعن جدها عليه أفضل الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الآمنين المؤتمنين، واجعلنا يا ربنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. استمعنا أيها الأحباب إلى محاضرة قيمة وبارعة في دقائق قليلة، لكنها أوجزت لنا الكثير، من عالمنا الجليل الأستاذ الدكتور بكر زكي عوض، العميد السابق لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة، فجزاه الله خيرا وأحسن إليه وزاده من العلم والفضل وأخلاق العلماء. هذه الكلمة جاءت ضمن ليلتنا هذه وندوتنا هذه، الليلة الثالثة من ليالي الأسبوع الثقافي الدعوي الذي تنظمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. تعلمنا في الدقائق الفائتة أيها الأحباب أن الأمانة لتكون شاملة للقول والعمل فلا ينبغي لأي منا أو لأي إنسان قولا إلا القول السديد، ولا يفعل فعلا إلا الفعل الرشيد، ولا يطأ موطئا ولا يرفع قدما ولا يحرك يدا وهو إلا وهو مطمئن أنه يفعل ذلك بكل أمانة، متأسيا حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا وعلمنا أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أيها الأحباب، في أيامنا هذه وفي زماننا هذا نحن أحوج ما نكون إلى التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل ومحاسبة أنفسنا. وليعلم الجميع أن الفتن والعقوبات الجماعية والنقص في الأموال والأنفس والثمرات والابتلاء بالأوبئة والأمراض، كل تلك الأمور لا يمكن أن ترفع حتى يؤدي كل منا أمانته التي اؤتمن عليه. فربنا سبحانه وتعالى يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. معنا الليلة عالم من علمائنا الأفاضل الكرام الأجلاء الذين نحرص جميعا على أن نكون في صحبتهم وضيافتهم والاستماع إليهم والتعلم منهم، فضيلة الأستاذ الدكتور محمد أبو هاشم أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف. سنستمع إليه تحت عنوان الأمانة وارتباطها بالإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين،
اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب الشفيع الرؤوف الرحيم الذي أخبر عن ربه الكريم أن لله تعالى في كل نفس 100,000 فرج قريب، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في البداية يعني لا يحق لي ولا يعني يجوز لي أن أتحدث بعد أستاذنا الأستاذ الدكتور بكر زكري عوض، الذي حدثنا محاضرة ماتعة وممتعة عن الأمانة. وأستاذنا الدكتور بكر هو يعني أستاذي الذي أعتز به، فقد دخلت كلية أصول الدين طالبا، وكان سيادته مدرسا بكلية أصول الدين. وأستاذنا الدكتور زكي بكر أحد ثلاثة لم يستطع أحد أن ينازعهم العمادة في كلية أصول الدين أثناء وجودهم. أول أستاذنا الدكتور وزير الأوقاف الأسبق الدكتور محمود حمدي زغزوق، وأستاذنا الدكتور عبد المعطي بيومي عليهما رحمة الله، وأستاذنا الدكتور بكر زكي عوض ربنا يديله الصحة والعافية. طوال وجودي في الكلية لا يستطيع أحد أن ينازعه عمادة أصول الدين، فهو يعني العميد الدائم لكلية أصول الدين، والذي تعتز به الكلية ونعتز بسيادته بفضله وعلمه وخلقه، فجزاه الله عنا خير الجزاء. وسعدت بأن يكون مقدم هذا أخي العزيز أستاذ فوزي عبد المقصود، يعني شرف كبير لنا أن نجلس بجواره وأن يعني أن يكون مقدما لهذه الليلة. وزاد سعادتي أن نكون في رحاب ستنا السيدة نفيسة الطاهرة الذكية عليها رضوان الله وبركاته، فهي ليلة مباركة معنا هذا الجمع الطيب من السادة أحباب ستنا نفيسة، ومن السادة العلماء والأفاضل الذين شرف بهم هذا اللقاء. في الحقيقة الأمانة كما حدثنا أستاذنا الدكتور بكر يعني هي رسالة، وهي نقول عنها دليل على الإيمان، لأن الإيمان تصديق وعمل. الإسلام قول والإيمان تصديق وعمل، أن تصدق على هذا القول بالعمل. والإحسان هو درجة أعلى، وهي درجة المراقبة، كما جاء الرجل إلى سيدنا جبريل، جاء إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يعني نزل قول الله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، فبدأ الصحابة يتحاشوا أن يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فنزل سيدنا جبريل وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذيه وأسند ركبتيه إلى ركبتيه وقال يا محمد ما الإسلام؟ فقال أركان الإسلام الخمسة، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إن استطعت سبيلا. ما الإيمان؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء خيره وشر حلوه يومه. ما الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، لهي درجة المراقبة. والأمانة لا تتأتى إلا في الإيمان والإحسان، لأن الإنسان لا يؤدي الأمانة إلا إذا كان واثقا من أن الله سبحانه وتعالى سيحاسبه على هذه الأمانة. من يخون الأمانة في عهدنا الحاضر عندما لا يكتب شيكا أو لا يكتب إيصال أمانة أو لا يكتب، ينكر هذا لأنه يعرف أنه ليس له عقاب. أما المسلم أو المؤمن لا يخون الأمانة أبدا، كتب أو لم يكتب، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى سيحاسبه وسيراقبه وسيكون هناك جزاء على هذا في الآخرة، فهو موقن ومصدق بأن باليوم الآخر. لأن الإيمان إذا نسي الإيمان باليوم، الإنسان إذا نسي الإيمان باليوم الآخر نجده يرتكب كثيرا من الخطايا والذنوب، نجده كثيرا يرتكب كثيرا من الأخطاء. ولذلك الأمانة دليل على الإيمان، وبين الإيمان والأمانة في التركيب اللفظي اشتراك كبير في أصل الكلمة،
فالأمانة من الإيمان، لابد أن تكون وصلت إلى درجة الإيمان حتى تكون أمينا. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يتفقد السوق وأحوال المسلمين، فوجد كومة من الطعام فأدخل يده فيها فأصابت أصابعه بللا، وقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. وهنا يبين الحديث أن الغاش ليس بمؤمن، ولكن يعني هذه القضية نحتاج توضيحها في أمر: من يغش أو من يرتكب محرما أو من يرتكب منهيا عنه، إذا استحل الفعل خرج عن الإسلام. يعني إذا قال الغش ده حلال، الغش مش حرام، إذا قال ما فيش حاجة اسمها أمانة، ما فيش حاجة اسمها صدق في القول، ما فيش حاجة اسمها كذا، ما فيش الكلام ده، إذا أنكر يبقى خرج عن الإسلام. لكن إذا أقر بأن هذه الأشياء محرمة وأنها مسبوتة ثم فعل هذا الفعل فخرج عن دائرة الإيمان. لذلك قالت الأعراب: آمنا كن لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. فهناك فرق في من يفعل الخطيئة أو يفعل الذنب أو يرتكب أمرا محرما، إذا استحله خرج عن الإسلام، إذا لم يستحل الأمر وأقر بأنه محرم ولكنه ارتكبه تهاونا أو كسلا أو تحت ضغط ما، فهو خارج عن دائرة الإيمان. ولذلك بنجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا صفات المنافق أربع: من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا واحد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا اؤتمن خان. إذا اؤتمن خان، فيبقى الخيانة هنا صفة من صفات المنافقين، والأمانة صفة من صفات المؤمنين. ولذلك نجد الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أمناء على دينهم، وكانوا أمناء على تبليغ رسالة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشرها والعمل بها، وكانوا أمناء بقولهم وفعلهم وسلوكهم، كان السلوك يطابق العمل. سيدنا جابر يذهب إلى السوق ليشتري بعيرا، فإذا بالرجل صاحب البعير لا يعرف ثمن هذا البعير فيبيعه له بثمن بخس، فيقول: لا، إنه يستحق أكثر من ذلك، ويرفع السعر، والرجل يستغرب ثم يرفع السعر، إلى أن وصل إلى السعر الحقيقي إلى هذا الجمل. فالرجل تعجب فقال له: كيف أنا أبيعك بهذا وأنت ترفع السعر مرات ومرات عما افتضيت؟ فيقول له: لأني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر وعلى النصح لكل مسلم. فمن النصيحة فالنصيحة من الأمانة، فلذلك لا ينبغي أن آخذ شيئا أقل من ثمن الثمن، ولا أستغل الإنسان اللي ما يعرفش حاجة، أو جهل الإنسان بالسعر، أو جهل الإنسان، لا، أنا أعرفه حقيقة الحاجة وأديله الثمن الحق. هذا كان سلوك الصحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك سادوا الدنيا. يعني لم يوجد دين انتشر كانتشار الإسلام إلا بأخلاق صحابة سيدنا رسول الله والتابعين ومن تبعهم بإحسان، كان ينتشر الإسلام. أما نحن الآن
نملك الأموال الطائلة، المسلمون يملكون الأموال الطائلة ويملكون القنوات ويملكون يعني كل وسائل نشر الإسلام ونشر الدعوة، ولكن لم ينشر الإسلام مثل ما نشر في عهد الصحابة وسيدنا رسول الله. ليه؟ كانت في أمانة تحملوها، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملها الشيطان وحملها الإنسان. هم تحملوا أمانة هذا الدين ونشروه ونقلوه، وكانت أخلاقهم هي العامل الأول لنشر الإسلام ولنشر دعوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا ليه بنخطئ؟ الإنسان منا يخطئ عندما لا يراه أحد، لو دخل في حتة واستخبى كده يعمل الحاجة الغلط، أو لما يعمل حاجة غلط يداريها، أو يدخل يطفي النور يعمل الحاجة الغلط أو كده، لأنك أنت مش معتقد. أنت لو أنت عايش في مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك في كل، مش هتعمل حاجة غلط، مش هتأخذ حق صاحبك، مش هتخون صديق لك، مش هتخون أي إنسان حتى ولو كان على غير الإسلام، لا تخونه، لأن من الأمانة أن الإنسان يحفظ لسانه، يحفظ قلبه، يحفظ يعني الصدق. دي كل هذه الأمور أمانة عند الإنسان. العين أمانة أن تحفظ النظر، ولذلك كان حديث سيدنا رسول الله الصحابة كانوا يترسمونه: وأخلص العمل فإن الناقد بصير. إن الناقد مش مبصر، في فرق بين مبصر وبصير. المبصر أصل المبصر هيشوف في الحدود، في حدود البصر، أما البصير يرى في حدود ما وراء البصر، يبقى يرى في الليل في النهار خلف الجدران في أي، يرى ما في قلبك ما بداخلك. فلذلك كانوا أمناء. إحنا علينا إن إحنا يعني عايزين نعيد هذه الصفات للمجتمع المسلم، وهذا سيكون دعوة للإسلام، وإن لم نتكلم وإن لم نرسل دعوتنا. إحنا لما شفنا في قطر يعني كأس العالم اللي مر ده، أنا احترمت في قطر قوي حكاية إنهم حطوا آيات قرآنية وأحاديث في كل مكان، وجعلوها يعني تصل مع وترجموها باللغات عشان تصل هذه المعاني لكل ضيوف قطر. منعوا الخمر، أمر جيد جدا. ابتدأوا كأس العالم لأول مرة يبتدأ بالقرآن الكريم، وهذا أمر جيد. هذه تدل على أنهم فعلا كانوا أمناء، أنهم بلغوا الرسالة بأسلوب حضاري، ولم يستطع أحد أن ينكر عليهم ذلك. لذلك وجدنا كثيرا من الضيوف دخلوا في الإسلام لم يكونوا يعرفوا عن الإسلام. لأن أنا مرة جالي واحد يعني في زيارة في مولد سيدنا الحسين، وكان الرجل إنجليزي، وكان في زيارة لجامعة عين شمس، وكان أحد الأساتذة المرافقين له، فقال له: أنا لولادي هعتذر، مش هقدر أجي لك بالليل عشان بروح مولد سيدنا الحسين. فقال له: أجي معاك. فجاء. فلما دخل قدمنا له الشاي، شرب القهوة، شرب قرفة، شرب طب تفضل تعشى مع الأحباب. قام الراجل تعشى، فأنا لقيت الراجل يعني متجاوب، فبقول لابننا اللي في الطريق: ما تقول له، ما قلتلوش يدخل الإسلام. قال: ما أقدرش، لو قلت له كده وعاقب يعني، واشتكاني للجامعة وحاسب يعني، أنا ده تدخلت في أمره الشخصي يعني. فقلت له: طيب قل له الشيخ بيقول لك تعرف إيه عن الإسلام. بدأت مع الحديث كده، فقال لي: الإسلام دين كويس، ولكن الإرهابيين أساءوا للإسلام. فقلت له: يا أخي، إحنا بنعتبر الإرهابيين دول أبعد ناس عن الإسلام، إحنا ما بنعتبرهمش مسلمين، إحنا بنعتبرهم أبعد ناس عن الإسلام. فالراجل قال لي: أنا مسيحي، لكني قرأت في الإسلام عن الإسلام، فحبيت الإسلام في العبادة أكثر من المسيحية. قلت له: إزاي؟ قال لي: إحنا كمسيحيين بنروح الكنيسة يوم الأحد، فنفتكر ربنا يوم الأحد
وبعدين بعد كده نخرج ننساه لحد لما نيجي يوم الحد جاي نفتكره. أما أنتوا كمسلمين بتقفوا قدام ربنا في اليوم 5 مرات ما تقدروش تنسوه، فدي فيها مراقبة، وانك انت يومين. فتعجبت من هذا المعنى الجميل اللي هو فهمه، واحنا من يومها كل لما اقف اصلي افتكر انك انت واقف قدام ربنا. يعني يمكن فينا اغلبنا مثلا يجي يصلي الله اكبر بيصلي الفرض، ما بيحطش في ذهنه انه واقف امام الله. فتخيل انت لو حطيت في ذهنك انك كل يوم بتقف قدام ربنا، يبقى مش هتقدر تعصيه، مش هتقدر تخون، مش هتقدر الا ان تكون امينا صادقا في القول وفي العمل، ان تطبق الجوارح الكلام الذي نقوله. احنا افتنا في المجتمع ان احتاجتنا كلنا اغلبنا، وانا يمكن اول السادة المشايخ، بنقول كلام ما بنعملوش. فتيجي تلاقي ما فيش اثر في الشارع، يعني ما فيش اثر في الشارع. لكن لو الشيخ اللي بيقول كلمة يقولها وينفذها، يوم الناس يشوفوه الكلام اللي قاله فعلا دخل الى حيز التنفيذ، طبقت عليه الجوارح، اللي هو الايمان، ان تطبق الجوارح على القول، تصديق وعمل، ان الجوارح تعمل بالقول اللي انت قلته، فيبقى ده الايمان. لو كان كده كان حالنا بقى غير، كانت المشاكل الاجتماعية اللي بيتعرض لها شبابنا دلوقتي والمجتمع، والافات اللي بيتعرض لها المجتمع، الازمة اللي احنا فيها ديت، الازمة الاقتصادية الطاحنة ديت، من ضمن الاسباب فيها جشع التجار والاستغلال والاحتكار، وده كله ضد الامانة. التجارة امانة، ليه الرسول قال التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين؟ ليه؟ لانه امانة، عمل بالامانة. اما المحتكر، قال لك المحتكر ملعون والجالب مرزوق. فالناس اللي بتحتكر السلع عشان تغليها، والناس اللي بتغلي على الناس حياتها، والناس اللي بتمسك السلعة ما تبيعهاش، وده محرم. يعني محرم انك يكون عندك سلعة وتمسكها عشان تغلى على الناس. وده الناس اغلبهم برضك مش عارف الكلام ده، يعني ما اغلب اصحاب المحلات والتجار مش عارف. وتيجي يقول لك اصلا انا لما هشتريها بكذا، نقول له انت اشتريتها بكام؟ انت اشتريتها بكذا، اللي هتشتري جديد هتضيف عليه مكسبك. يعني انت اشتريت هذه السلعة بالسعر القديم، وهتأخذ مكسبك على هذه السلعة. عندما تشتري السلعة الجديدة بالثمن الجديد، ايضا ستضع عليها الربح، نسبة الربح، وتأخذها بالثمن الجديد. فانت لم تتأثر، انت كسبت في هذا وكسبت في ذلك. ولكن يعني عايزين نوضح للناس ان عملية التجارة امانة وليست شطارة. ان احنا برضك في هذه الفترة يجب علينا ان يكون يعني بيننا تراحم. الغني لابد ان يساعد جاره الفقير، او اي فقير يجده او كده، لابد ان يساعد بعضنا بعضا في هذه الازمة التي تمر بها البلاد. وده من الامانة، يعني من امان الدنة. والله لا يؤمن، والله يؤمن من يا رسول الله؟ من يبيت شبعانا وجاره جائع؟ يعني 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 ده من دليل الايمان. فاحنا علينا ان احنا في هذه الفترة نتخلق باخلاق سيدنا رسول الله، باخلاق الصحابة، ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. نتخلق بهذه الاخلاق حتى تمر الازمة التي تمر بها البلاد. وان شاء الله يعني نسأل الله سبحانه وتعالى لمصرنا ولبلاد المسلمين، يعني ان ربنا يحفظها من كل مكروه وسوء ان شاء الله رب العالمين، وينصرنا على اعدائنا يا رب العالمين، ويحقق امالنا يا رب العالمين. وان يبارك فيكم جميعا وفي من حضر في هذه الليلة. واكرر شكري وتقديري لاستاذنا الدكتور بكر زكي عوض، والسيد مقدم فوزي بيخ عبد المقصود، ولكم جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتأدية لأمانة العلم التي تعودناها من علمائنا الأفاضل الكرام، على رأسهم الأستاذ الدكتور محمد أبو هاشم، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، عضو مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف،
مشكورا مأجورا مقبولا، أخذ بأيدينا وذكرنا بما علمنا إياه رسولنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حينما قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وقال عليه الصلاة والسلام: أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تكن من خانك. تذكرنا هذا الكلام أيها الأحباب، وتذكرنا كذلك أو تعلمنا من أستاذنا الدكتور محمد أبو هاشم أن الأمانة أمر شائع تنتظم جميع أفراد المجتمع، فليس من أفراد المجتمع أحد إلا وهو مؤتمن أو مؤتمن عليه. ومن سيفلت من المسؤولية والعقاب في الدنيا إذا خان الأمانة فلن يفلت من العقاب أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. إذن الأمانة شقيقة الإيمان كما علمنا الأستاذ الدكتور، لا بد أن تدخل كل قلب وكل جارح من جوارح الإنسان. فإن لم يحدث هذا وخان الناس أماناتهم وفرطوا بها، فلا ينتظر إلا الفساد والهلاك والاضطراب بكل أنواعه. عافانا الله وإياكم، وحفظ الله بلادنا وأوطاننا من كل مكروه وسوء. هذه الكلمة أيها الأحباب جاءت ضمن فقرات ليلتنا هذه وندوتنا هذه في الليلة الثالثة من ليالي الأسبوع الثقافي الدعوي الذي تنظمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وبحضور رواد مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها وعن سائر آل بيت سيدنا رسول الله، وحضور الإخوة الأفاضل الكرام من علماء وزارة الأوقاف، الشيخ جمال إسماعيل مدير إدارة أوقاف جنوب القاهرة، والشيخ مصطفى علي مفتش بإدارة أوقاف جنوب القاهرة، الشيخ علاء الدين سليمان مفتش بإدارة أوقاف جنوب القاهرة، والشيخ أبو بكر أحمد عبد العال مفتش بإدارة جنوب أوقاف القاهرة، والسادة الأفاضل أئمة مسجد السيدة نفيسة، الدكتور على الله شحات الجمال، الدكتور محمد طه رمضان، والشيخ محمد محمود العدل. كذلك مرحبين بمن يتابعون هذه الندوات على الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف المصرية. جزى الله الجميع خيرا وبارك في كل من قام وأشرف وأسهم وتابع هذا العمل المشكور المأجور إن شاء الله. نختتم أيها الأحباب بأن نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى داعين مبتهلين راجين مع المبتهل الشيخ إسلام السرساوي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا، واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء يا I
أنت الذي لما دعوتك خاشعا كان الجواب وكان الفضل والمدد. يا أنت الواحد الأحد، أنت الكريم، أنت الكريم، أنت الكريم ورب الكون والصمد. أنت الذي لما دعوتك خاشعا، أنت الذي لما دعوتك خاشعا كان الجواب من لي سواك، من لي سواك، وذكرك في سنا روحي، من لي سواك، من وذكرك في سنا روحي، من لي سواك، وذكرك في سنا روحي، وفيض جودك، وفيض من لي سواك، وذكرك في سنا روحي، وفيض جودك ممدود لمن عبد. يا خالق الخالق، يا خالق الخلق، يا خالق الخلق، كل الخلق تحمده، عسى رضاك يصافح قلب من حامد. سيدي يا رسول الله، نبينا خير الورى، ما في الوجود
هشام وعلامة وما خلق الكريم زيه آدم أبو البشر لكن مش قريب زيه نوح صنع السفينة لكن مركبش البراق زيه موسى كلمة ربنا لكن برضو مش زيه يوسف بدع في الجمال يوسف بدع في الجمال 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 لكن مش في الجمال زيه العلماء ويا الأولياء العلماء ويا الأولياء ماشيين على ضيوم نبي الهدى صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه يا مصطفى من قبل نشأة آدم والكون لم تفتح له أغلاق أيروم مخلوق ثناءك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله اللهم يا مالك الرقاب ويا مفتح الأبواب ومسبب الأسباب هيئ لنا سببا لا نستطيع له طلبا واجعلنا مشغولين بأمرك آمنين بعدلك آيسين من خلقك راضين بقضائك صابرين على بلائك مناجين بك ولك في آناء الليل وأطراف النهار مشتاقين إلى لقائك متوجهين إلى جنابك اللهم يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف اللهم احفظنا من جميع البلايا واغمرنا بفضلك من هباتك والعطايا وأسبغ على بلدنا ووطننا الأمن والأمان وارفع راية بلادنا عالية خفاقة واحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء وخذ بيد القائمين عليها إلى ما فيه خير البلاد والعباد يا رب العالمين ولا تحرمنا يا ربنا من زيارة نبيك صلى الله عليه وسلم ولا من مودة آل بيتك الطاهرين المكرمين أيها الأحباب بهذه الابتهالات التي قدمها المبتهل الشيخ إسلام السرساوي وصلنا مع حضراتكم إلى ختام فقرات ندوتنا هذه في هذه الليلة الثالثة من ليالي الأسبوع الثقافي الدعوي الذي تنظمه وزارة الأوقاف من هنا من رحاب مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها وعن سائر آل بيت سيدنا رسول الله أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يصرفنا من هذا المقام ومن هذا المكان إلا وقد كتب لنا ولكم القبول والرضا والفوز بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وصحبة آل بيته الكرام وأن يكتب الله لنا نظرة إلى وجهه الكريم فلا نضل بعدها ولا نشقى أبدا أيها الأحباب شكرا لحضراتكم في ختام ليلتنا هذه شكرا لعلمائنا الأفاضل الأجلاء الأستاذ الدكتور محمد أبو هاشم أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب والأستاذ الدكتور بكر زكي عوض عميد كلية أصول الدين السابق شكرا لكم أيها الأحباب ونلقاكم دائما على الإيمان والعمل الصالح جزاكم الله خيرا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته